قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت لو قمت العشر الأواخر من رمضان، عشان اختلاف المطالع وقصة ده من أولى بليلة القدر، إحنا ولا السعودية ولا مش عارفين الكلام ده، قم العشر الأواخر وريح دماغك. إذا قمت العشر الأواخر فقد أصبت ليلة القدر، فإن أصبت ليلة القدر كتبت عند الله عابدا خير من ألف شهر. ألف شهر يعني كم؟ يعني 83 سنة وكم شهر، وعدة أربع شهور وكم يوم كده. يعني لو صادف مثلا أن أنت أدركت عشر ليالي قدر في حياتك كلها، أنت مثلا أو الإنسان الذي نمثل له يمر على 60 سنة، من أول 15 سنة هيبتدي يقوم، يعني عنده 45 رمضان، ها هناخد 10 رمضانات، تمام؟ يبقى 83 سنة في 10 830 سنة، كتبت عند الله عابدا 830 سنة.